بفنجان من القهوة العربية وإفطار فلسطيني تقليدي يستقبلون الزوار في هذا المعرض الصغير الذي ينظمه طلبة قسم اللغة الإنجليزية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في قطاع غزة. وبخلاف معارض أخرى موجهة للداخل الفلسطيني، فإن هذا المعرض يستهدف فئة الزوار الأجانب في قطاع غزة. رسائل رمزية، نريد أن تصل للأوساط الغربية للناطقين باللغة الإنجليزية. نحن هنا لنوضح الصورة على حقيقتها. هنا يقدم شاب من قسم اللغة الإنجليزية شرحا لبعض الزائرين الأجانب. فالمعرض هنا يتحدث عن تاريخ فلسطين وتراثها وعادات أهلها. أعتقد أنها طريقة جيدة لفهم التاريخ الفلسطيني وفهم الحاجة للتغيير، وهي عبارة عن رسالة بأن فلسطين لها تاريخ غني وشعب مبدع. الحرب الأخيرة على غزة لم تغب عن أذهان منظمي المعرض، فخصصوا لها ركنا هاما يعكس مشاهدات المدينة في حرب الأيام الثمانية. سأخبر الناس عن صمود الفلسطينيين هنا برغم الاحتلال والحصار والمجازر، فلا يزال هناك قوة أجدها ملهمة. تعكس معارض من هذا النوع إدراكا متزايدا لدى الشباب الفلسطيني لأهمية مخاطبة الرأي العام العالمي وتعريفه بالقضية الفلسطينية. فمعركة الحصول على الحقوق ليست سياسية أو عسكرية فقط، بل ثقافية وتنويرية كما يقولون. سامي سهمود، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.